عودة إلى محافظة الأقصر مشاهدينا، والكشف الأثري الذي أعلن عنه وزير الآثار والمزيد من المتابعة. ينضم إلينا مباشرة من المحافظة مينا مكرم، مراسل أون لايف. أهلا بك مينا، وأطلعنا على تفاصيل هذا الكشف الأثري الجديد. اهلا بك نهى وبكل مشاهدينا، ارحب بكم من محافظه الاقصر وتحديدا من منطقه ذراع ابو النجا الاثريه بالبر الغربي بمحافظه الاقصر، حيث نتواجد امام المقبره التي تم اليوم الكشف عنها واعلان صاحبها. وهذا الكشف الاثري ياتي بعد الاعلان منذ ايام من قبل وزاره الاثار عن احد الاستكشافات الاثريه الجديده. هذه المقبره التي تم الكشف عنها اليوم تعود إلى صاحبها صائغ المشغولات الذهبية للإله أمون ويدعى أمنحتاب. وهذه المقبرة تحتوي على عدد كبير من التوابيت والمومياوات التي لازالت بحالة جيدة، عدد أيضا من الأقنعة الجنائزية والأختام الجنائزية، وعدد من التماثيل الخاصة بالمقبرة واللوحات الحجرية المكتوب عليها بالمداد الأسود طبعا باللغة الهيروغليفية. تم الكشف والإعلان عن هذه المقبرة ليتم البدء في استخراج كافة مقتنياتها والعمل بترميمها. كما يبدو في الخلفية العمال بالفعل بدأوا من وزارة الآثار والمتواجدين تحديدا في محافظة الأقصر في أعمال الترميم للقطع المستخرجة. جدير بالذكر أن البعثة المكلفة والتي قامت باستكشاف هذه المقبرة واستخراج كافة تفاصيلها تحديدا هي بعثة مصرية خالصة 100% أياد مصرية دون الاستعانة بأي من المستكشفين أو الأثريين الأجانب، مجموعة عمال مصريين من صعيد مصر من الأقصر تقريبا 30 فرد عملوا بهذه المقبرة وهذا الاستكشاف تحت إشراف طبعا الإدارة العامة للآثار بمحافظة الأقصر وتحديدا الدكتور مصطفى الوزيري مدير عام آثار محافظة الأقصر، وبتكليف ورعاية أيضا الدكتور خالد العناني وزير الآثار. هذا الحدث الهام والإعلان اليوم تم بحضور وزير الآثار الدكتور خالد العناني، الأستاذ محمد بدر محافظ الأقصر، وعدد من السفراء، سفير اليونان، سفير قبرص، وعدد من المستشارين الثقافيين أيضا والدبلوماسيين، فضلا عن أعضاء نواب محافظة الأقصر. كل هؤلاء كانوا مشاركين في هذه التغطية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة حول العالم. عديد من الوكالات الأجنبية أيضا حضرت لتغطية هذا الحدث، وهو الإعلان عن هذه المقبرة لصاحبها أمنحتاب صائغ المشغولات اليدوية للمعبود أمون. وأخيرا هذه المقبرة تعود إلى الأسرة 18 تقريبا، أي العصر أو عصر الأسر الحديثة. إليك. نعم، شكرا لك مينا على كل هذه التفاصيل حول الاكتشاف الأثري الجديد في الأقصر.